وهذا مول طنطم من اكبر المولات الموجوده في محافظه الغربيه. رح ندخل هلا جوا على المول ونشوف كل قسم وقسمه ونشوف شو بيبيعوا جوا وشو موجود جوا يعني. يلا هاي بقلب المول يعني هالسوريين متشكلين وين ما كان يعني حتى صادفت مع شباب موجودين هون سوريين سوريين الشباب شو بتعملوا شو فيها هون المكسرات؟ مقرمشات مكسرات الله يقويك مقرمشات الله حيو حراسنا السوريين كلهم معلم الله يعزه حبيب القلب يا حبيب وهي حبيبنا القلب القلب السوري هون الشاب بكي عطانا غذاء الملكات الله يسعده فستق حلبي وشو محشيه هاي شو؟ فستق حلبي قشطه وعسل وماكادينيا وعجينة فستق من جوا عجينة فستق الله يقويك قد ايه الوحده هيدي؟ يعني من 20 ل 25 بس يعني طعمها الاول ذوقوا واعطيني رايك حبيب قلبي الله يسعد لي قلبك يا رب شوف الترتيب شوف شلون النظافه شوف شلون الترتيب هذا بمول طنطا حس حالك كانك باوروبا يعني طبعا انت هون بمصر اصلا طبعا بتحب الاجانب يعني شوف هاي مصر شوفوا
لك شيء مش هيك يا جماعه اللي بده مرته يجي لهون ياخذ اغراض. يعني ابدا طبختك جاهزه، يعني هذا الثوم مقشر، الفاصوليا مقطعه، كل شيء، الكوسه وين، والكوسه مقطع، كوسه محفور، كل شيء كل شيء، اي شيء بدك يعني طرادك. وهذا الكوسه المحفور يعني ما في شيء، انت بس بتروح هناك بتحط شويه اغراض تكمل طبختك خمس دقائق طبختك جاهزه. عاد يعني وانت عم تمشى بالمول هيك بتشتري كاس قهوه بتقعد وانت ماشي عم تمشى بتقعد تشرب على رواق وكيف، احلى جو. هي على باب الخروج خالصين الان بالمول، جوا دافي هلا هون، الدنيا بارده، فريزه هون، فريزه ثلج، يعني ما شاء الله هيك انه شي ساعتين ثلاثه جوا بقلب المول ما كان يخلص. انها مصر، هي مصر أكبر مول بمحافظة الغربية هو. بسم الله ما شاء الله كل شيء فيه يعني حلو، ترتيب، والشركات عم تتنافس يعني جوا من شان شلون تقدم المنتج الحلو يعني، والديكور والمحلات كلها حلوة ورائعة مثل ما شفتوا. بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم.